بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب الصف الثاني الثانوي. أنا الأستاذ عز لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية، إن شاء الله مستمرون معاك في حل مجموعة من المنهج بتاعك العام 2022 من كتاب المعاصر العام 2022، مستمرين على الوحدة 8. إن شاء الله النهاردة هننهيها مع التيست بتاعها، إن شاء الله بداية على صفحة 101. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ وجودنا في تشوز في الجزء الأول. بيقول لك إيه حوار ما بين طرفين، عادل وباسم. عادل بيقول ايه؟ Is it هل هي كذا to talk to you now باسم؟ يعني عايز اقول لك هل الوقت مناسب ان انا اتكلم معاك يا باسم؟ راح باسم قال له yes it's okay I'm free. تمام، الدنيا تمام، انا فاضي، احكي زي ما انت عايز. طب ايه الكلمه اللي تناسب هنا الكلام بتاعنا ده؟ convenient مناسب او ملائم، annoying مزعج، not acceptable غير مقبول، inconvenient غير مناسب او غير ملائم. اكيد طبعا الاجابه بتاعتنا محتاجه شكل اثبات. convenient is it convenient، هل الوقت مناسب ملائم ان انا اتكلم معاك؟ راح قال له اه تمام. دي بيقول فيها smoking has a bad، التدخين ليه ايه سيء on health على الصحه، work عمل، influence تاثير، profession حرفه او مهنه، وكارير طبعا bad influence له تاثير سيء على الصحه. تحرك مع جمله رقم 3 واللي بيقول لك فيها مستر اشرف از رانينج ذا اوفيس، الاستاذ اشرف او السيد اشرف بيدير المكتب. جاء فراغ بهاف اوف مستر ايمن، بهاف اوف مستر ايمن عايز اقول لك يعني بدل من، يعني بدل من السيد ايمن. ليه يا عمي؟ بيكوز هي هاز بين ايل فور تو ويكس، لانه مريض بقاله اسبوعين. يبقى انا عايز ما يدل على نيابه عن، او يعني زي اقول لك كانوا بيقول لك ايه بدل من يعني. طب نقول ايه؟ ات بهاف ولا باي بهاف ولا اون بهاف ولا ويز؟ عندك صيغة شبه اسمها on behalf of. on behalf of معناها بدلا من فلان، او حد بيعمل حاجة بدلا من ايه؟ شخص اخر. اربعة بقول لك فيها مستر حلمي ماله يا عم؟ is so wise، راجل حكيم جدا، جميل جدا، يعني عقله حلو خالص. تمام. he always has a precious، كلمة precious معناها حاجة دقيقة قيمة كده يعني، to do things. طيب يبقى ايه اللي عنده precious بقى انه do things بقى؟ schedule الجدول بتاعه، ولا تريك خدعه، ولا سكام الكامل اللي عمليه سكامينج والحاجات دي، الخدع والحاجات دي برضو، ولا تانل بمعنى نفق او انبوب. لا، هو عندي سكيدجول، السكيدجول بتاعه تمام دايما ايه دقيق في مواعيده في الاشياء اللي بيعملها، لانه راجل زي ما قلنا حكيم. خمسه بقول لك فيها ويتش اي كذا اوف ترانسبورت، من وسائل يعني اللي هو النقل بتاع الحركه، من شيء انقل شيء من مكان لمكان. دو ثينك ذا سيفست، الاكثر امانا، رو ترانسبورت النقل عن طريق اللي هو بيقولوا النقل البري، ولا ريل ترانسبورت النقل، ما كله على فكره رود هنا الطريق يقصد بيه السيارات والحاجات دي، ريل اللي هو السكه الحديد، واير ترانسبورت اللي هو النقل الجوي. طيب مين فيهم بقى؟ ويتش ايه بقى؟ هو عايز اقول له اي نوع او اي شكل. طب يقولها بتانل، ولا يقولها سكيدجول، ولا ريسيرش، ولا فورم. هناخد فورم ليه؟ عشان معنى الجمله ويتش فورم اوف ترانسبورت، اي شكل من اشكال النقل تعتقد هو الاكثر امانه. طبعا ما ينفعش تانل بمعنى نفق، سكيدجول جدول، وريسيرش بحث. اجابتنا هي فورم بمعنى شكل او فورم، ما فيش مشكله عندي في النطق بتاعها، المهم اجابه صحيحه. سيت بقول فيها اي ام هابي بيكوز، انا سعيد لاني ماي دوتر بنتي هاز ميد ايه يا عمي كذا بروجريس ان هير ستاديز، عايز اقول ان بنته يعني ايه حققت تقدم يعني. طب المهم التقدم اللي هي في الدراسه بتاعتها كان ايه صفته بقى؟ ساتيسفاكتوري مرضي، لوكال محلي، امبروفد بمعنى تم تحسين، وبي وسي هنا ما فيش فيها حاجه، لا انا هاخد ايه؟ ساتيسفاكتوري، التقدم اللي هي عملته كان تقدم مرضي. تمام؟ نتحرك مع جمله رقم 7 بيقول لي فيها ذو جاء فراغ اوفر بريدج كذا للكوبري، ماله اوفر ذا نايل اللي على النيل، كوستس هاندرز اوف مليونز اوف باوندز، هيكلف ملايين الجنيهات. طيب فاسيليتي، كلمه فاسيليتي المعنى الحرفي ليها مرفق او تنفع تسهيل، اندر جراوند معناها المترو. تمام. كونستراكشن تشييد، ومونوريل، مونوريل اللي هو خط سكه الحديد ايه الوحاد الاتجاه. طيب الكوبري ده هيتم تشييده، بالكونستراكشن بتاعه ده كونستراكشن اوف بريدج، تشييد الكوبري. تمام. بيقول لك فيها ذا نيو بروجكت، المشروع الجديد، والايه thousands of job opportunities، ملايين عفوا الاف الاف فرص العمل، يبقى ده معناه انه هيوفرها. طيب انتربت يقاطع، بيرسويد يحث او يقنع، كونسيدر يضع في الاعتبار، كرييت يخلق او يوجد، هي دي. يبقى الانشاء الجديد بتاع المشروع ده هيدينا فرس عمل جديده. تسعة بقول فيها cars which run on electricity are، السيارات اللي بتشتغل بالكهرباء are ايه؟ عايز لها صفه كده. نقول عليها pollution free،
معنى خالية من التلوث يعني لا تلوث البيئة، ولا environmentally friendly صديقة للبيئة، ولا public transport وسائل نقل عام، ولا A و B مع بعض. A و B يعني أقول pollution free وأقول environmentally friendly. فعلا الصفتين دول ينفعوا يوصفوا الجملة رقم 9، فهاخد A و B مع بعض كإجابة، دي متمثلة في الحرف دي. عشان بقول فيها ده underground moves، underground دول المترو. moves معناها يتحرك، يتحرك ايه بقى؟ داخل كذا under the surface تحت سطح الارض of the earth. tunnels بمعنى انفاق، ولا schedules جداول، ولا research بحث، ولا farms farms بمعنى مزارع. لا، الاندرجراوند المترو بيتحرك في انابيب اللي بيقولوا عليها انفاق يا شباب. طيب نتحرك مع جملة رقم 11 عشان نشوف الصفحة. I expect to، أنا أتوقع كذا، the decoration اللي هو عملية الديكور يعني of my new flat، في شقة جديدة by next month إن شاء الله. طيب ماشي، بحلول الشهر القادم. حلو خالص، الجملة اللي قدامك فيها دلالة واضحة جدا على المستقبل التام متحققة فين يا شباب؟ أولا ظرف الزمان باي وراء، لما أقول لك باي نيكست كذا باي كذا بحلول كذا، دي إشارة للمستقبل التام. طيب تروح تقول لي طب يا مستر فين والهاف والتصريف الثالث اللي موجودة في الإجابات؟ ده حتى مش باينة خالص. أقول لك إن الصيغة فاعل مع expect to يجي وراها هاف تصريف ثالث، دي بديلة للمستقبل التام. خلاص كده؟ طيب أدي expect to موجودة، فاضل إيه؟ فاضل هاف تصريف ثالث، يبقى فينش في المصدر مش هتنفع معايا. أدي هاف والتصريف الثالث أهي، ودي هاف انفينيت، دي مستقبل تام بس مبني المجهول اللي هي الاختيار سي، أنا مش عايزه. أنا هاخد الاختيار بي هاف فينيش عشان تبقى I expect to have finished the decoration، أتوقع إن أنا أكون انتهيت من تزيين الشقة بتاعتي مع حلول أو بحلول الشهر القادم. 12 بقول لك فيها the decoration of my new flat، غير الكلام هنا بقى، عملية الديكوريشن بتاعت الشقة بتاعتي is expected to ايه بقى؟ اه كده بقى انت عايز بنقل المجهول برضه في المستقبل التام by next month. يبقى نقول ايه بقى؟ finish ده مصدر، have finish ده مستقبل تام صحيح لكنه active، انا عايز المستقبل التام لمبني المجهول، وده متحقق في have been finished عشان تبقى is expected to have been finished، ودي الصياغة البديلة للمستقبل التام بدل will have been تصريف تالت. دي is expected اهي مدياك صياغة للمستقبل التام المبني للمجهول، صياغة بديلة ل will have been تصريف تالت. نتحرك مع صفحة 102 عشان نكمل التدريبات بتاعة الامتحان اللي جاي على الوحدة 8، ووصلنا لجملة 13. هي هو ماله بقى all his homework، الواجب بتاعه by 9 o'clock tonight، بحلول الساعة أو قبل ما نوصل الساعة 9 هذه الليلة. يبقى أنت كده بتحكي في، بتحكي في مستقبل تام. طيب ماشي، won't have finished ده مستقبل تام منفي، will not finish مستقبل بسيط منفي، will have been finished مستقبل تام مبني للمجهول والجملة مثبتة، won't be finished مستقبل بسيط مبني للمجهول والجملة منفية. هي فاعل، بما انه فاعل يبقى انا عايز جملة اكتف، صح كده؟ تمام. يبقى الجملة اللي فيها بناء المجهول في سي مش هتنفع، والجملة اللي مبني فيها المجهول في دي برضو مش هتنفع. خلاص؟ طيب فاضل معايا المثبت، فاضل معايا عفوا المنفي في الجملة ايه والمنفي في الجملة بي. انا هاخد ايه اجابه واحده صحيحه؟ ليه يا عمي؟ لان دي مستقبل تام منفي ودي اللي تناسب الجمله، لكن ويل نوت ده مستقبل بسيط منفي، انا عايز المستقبل التام والاسباب واضحه قدامك اهي، باي وراها ظرف زمان اجابه واحده صحيحه. 14 بقول لك فيها باي ذيس تايم نيكست ويك، الاشاره واضحه للمستقبل التام اهي. طيب ماشي، بحلول هذا الوقت المستقبل بتاع الاسبوع الجاي، ها يا عم هتعمل ايه؟ اي كذا فينيشد اول ماي اكزامز، عايز اقول لك اكون انتهيت يعني، يبقى انتهيت من امتحاناتي. طيب يبقى انت كده عايز ايه؟ عايز ويل هاف، وادي التصريف الثالث اهو، يبقى هاد ماضي لا، تمام، هتديني ماضي تام مع فينيشد، هاف فينيشد تديني مضارع تام لا، ويل وبي دي في بناء المجهول، انا هاخد ويل هاف وادي فينيشد اهي مستقبل تام والجمله اكتف. خلاص الجمله فيها شي هوبس شي، هي بتتمنى ان هي بقى فاوند، ادي التصريف الثالث اهو، ا جود جوب باي، خد بالك من الحته دي، باي ذا ايج اوف 30 بحلول الايه؟ سن ال 30، لما توصل سن 30 سنه نفسها تكون ايه؟ بقى عندها وظيفه، يبقى انت كده برضو عايز مستقبل تام. She has found ده مضارع تام. Will have found ده مستقبل تام. Will be found ده مستقبل بسيط بالمجهول. وهات found ده ماضي تام. انا عايز will have وادي found اهي تديني مستقبل تام، الجمله اجابتنا الوحيده الصحيحه. نخلي الجملة 16 هي اللي قدام عينيك عشان تبقى باي ذيس تايم نيكست ويك، وحلول هذا الوقت الاسبوع القادم، برضه انت بتحكي في فكرة المستقبل التام. مالك؟ مالها يا عم؟ هير فاينل اكزامز امتحاناتها النهائية. طب ويل بي تيكن ده مستقبل بسيط مبني المجهول. ويل هاف بين تيكن مستقبل تام مبني المجهول. ويل هاف تيكن مستقبل تام اكتف. هاز تيكن مضارع تام برضه اكتف. طب مالك في الجملة فاعل ولا مفعول؟ فاعل. خلاص يبقى انت عايز مستقبل تام وهذا المستقبل التام اكتف.
17 ولا فينيكس مونداي يوم الاثنين الجاي. الكومباني الشركه مالها بقى؟ a party حفله to honor the manager عشان تكرم المدير before retires قبل ما يتقاعد. حلو. next Monday مستقبل لكنه بسيط، لكنه بسيط، مفيش اشاره على الاستمراريه او مفيش اشاره على ان هو هيكون تم. الشركه هتكرم او هتعمل حفله عشان تكرم المدير بتاعها اللي طالع معاش. ماشي، جميل جدا. طب الصياغه كده تكون ايه؟ ويل والمصدر مستقبل بويل، ولا از جوينج تو مستقبل بجوينج تو، ولا مستقبل ولا مضارع مستمر يعبر عن المستقبل، ولا شال وجيف؟ شال المصدر يعني انا هاخد مضارع مستمر شكلا. طب يعني ايه؟ احنا قلنا يا شباب ان الحفلات والاشياء اللي محتاجه ترتيب اعملها مضارع مستمر شكلا صياغه يعني، لكن مدلولا بتاعها هيبقى مستقبل. ده اللي خلانا ناخد از جيفنج اجابه واحده صحيحه. 18 بيقول لك فيها take your time and I، خد وقتك وانا كذا. بعد كده بيقول لك ايه؟ for you من اجلك يعني، by the gate. by the gate معناها بالقرب من البوابه. اوعى حد اوعى تخدعك كلمه باي، ان هو ده جيت دي البوابه، ده مش ظرف زمان، ده مكان كده. طيب عايز اقول له خد وقتك وانا هستناك جنب البوابه. يبقى اذا انت بتحكي في كده، بتحكي في مستقبل بسيط ومسك قرار سريع. خلاص كده بقول له خد وقتك وانا هستناك، يبقى ده اسمه قرار سريع. يبقى انت كده عايز مستقبل بسيط ويل والمصدر. ويل هاف ويتد مستقبل تام، مش هتنفع معايا، مفيش ما يدل عليه. ويل بي ويتد بناء للمجهول في المستقبل البسيط، مفيش بناء للمجهول هنا. ويل ويت مستقبل بسيط زي ما قلنا هتعبر عن قرار سريع، هي اللي هناخدها اجابه. جوينج تو ويت خطا لان مفيش لا ام ولا از ولا ار ولا اي حاجه ليها. يبقى انا فاضل معايا زي ما قلنا ويل ويت مستقبل بسيط قرار سريع اجابه واحده صحيحه. ساشا بقول فيها دونت وري، ما تقلقش يا عم احمد. ليه يا عم ما تقلقش؟ ايه؟ اي كذا يو ان يو موبايل، موبايل جديد تو ريبليس ذا وان اي هاف بروكن، عشان يبقى بديل للي انا كسرته لك. طيب يبقى انت كده بتتكلم في حاجه في اللغه اسمها بروميس، وعد. طب لما بتيجي توعد بتوعد بايه؟ بتوعد بالمستقبل البسيط بويل. يعني ام جوينج تو جيت مش هتنفع، جيت ام جيتنج مضارع مستمر مش هتنفع، هتقول له المصدر هي وجيت في المصدر مش هتنفع معايا اساسا. بناكد على قوله المصدر وعد في المستقبل البسيط اجابه صحيحه في الجمله رقم 19. 20 بيقول لك فيها اي هاف جاست جوت ان ايديا، انا جاتني فكره للتو، يعني حالا كده يا دوب اللي جاته فكره. تمام. تيك ذا شوبينج، خد يا عمي الشوبينج اللي احنا جبناه، الحاجات اللي احنا جبناها، التسوقات اللي احنا جبناها ليه هم البيت. اند اي كذا تو ذا سنترال تو باي ذا بيل، انا هروح السنترال عشان ادفع الفاتوره، فاتوره التليفون طبعا. جميل جدا. طب يقولها بايه؟ يقولها ب جوينج تو جو، مفيش معاها ام. طيب ولا يقولها اي ام جوينج مضارع مستمر، ولا يقولها جزء مضارع بسيط، ولا اقوله المصدر؟ اقوله المصدر. ليه يا عمي؟ اللي احنا قلنا بنستخدم اقوله المصدر للحديث عن المستقبل في القرارات السريعه. هو يا دوب جاده الفكره بتاعت انه يروح يدفع الفاتوره، خلاص يبقى هيعملها في صيغه المستقبل البسيط بويل. نتحرك معاه للعنوان الثاني، بيقول لك بارت 2. بارت 2 ده ايه؟ ده عباره عن قطعه رائعه جدا 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 بتتكلم عن المنظمات اللي متخصصه في بناء الديجيتال ميديا، اللي هي بيقولوا عليها الميديا الرقميه، او اللي هي بيقولوا عليها وسائل ايه؟ الاعلام الرقميه. تحديدا المنتجات بتاعتها زي الجيمز والحاجات دي كلها. الفكره اللي بتقوم عليها هذه المنظمات علشان تقدر تظبط او تضبط العمل فيها ويكون عمل رائع جدا، انها بتعتمد على مالتي سكيلد تيمز، فرق متعدده او متنوعه المهارات. اداره الفرق ده هي موضوع مهم جدا وصعب جدا، ومحتاج يكون فيه نقطه مهمه جدا لتعزيز الكفاءه والتاثير بتاعت الناس دي. ايه هي؟ عمليه التعاون المشترك ما بين هذه الناس، والعلاقة الجيدة التي من خلالها نقدر نوصل لمنتج جيد. علشان اقدر اعمل لك لعبة زي اللي انت بالالعاب اللي انت بتشوفها على الانترنت مثلا، ان انا اعمل لك لعبة، اللعبة دي بتتطلب مجموعة كبيرة من الاشخاص يتعاونوا مع بعض. انت محتاج بيقولوا عليه اللي هو ستوري تيلر اللي هو روائي، محتاج مبرمج، محتاج فنانين، محتاج الناس اللي بتحلل البيانات، محتاج ناس لها كفاءة عالية في سرعة البرامج والبرمجيات بتاعتها، وعايز مدير للتسويق، وعايز مدير للمشروع، وعايز ناس بتشتغل في الانيميشن. كل الحاجات دي انت محتاج، كل الناس دي محتاجة تشتغل مع بعض كفريق متكامل ومتعاون. ان انت تبقى عندك الشغل ان هو في التعبير ده اللي هو throwing things over the wall، اللي هي المعنى الحرفي ليها نقص العلاقات الجيدة ما بين الناس مشكلة. ليه؟
لاني لو الافراد بتوع الفريق ما فيش علاقه حميده او جيده بينهم، هتلاقي الشغل مش هيطلع، الشغل هيبقى ايه، سيء جدا. ولذلك لازم يكون في عمل جماعي work together علشان العمل ده يديني كفاءه. لازم الناس كنت بتشتغل معاها تكون ناس خبره، وخبرتها بتبقى عاليه جدا وعندها عمق في التفكير، والاداء ده بتاعها بيبقى راقي جدا. طيب انا عشان اعمل ده يا شباب محتاجين برامج تدريبيه. هذه البرامج لازم يتم تصميمها علشان تفيد هؤلاء الاشخاص وتخليهم يقدروا يتعاونوا مع بعض بطريقه عاليه جدا وبطريقه مفيده جدا تؤدي الى انجاح العمل. ودي بيتم من حاجه اسمها Venture Internship، اللي بيقولوا عليها مشاريع تدريبية فيها تداخل وتعاون ما بين هؤلاء الأشخاص وبعضهم وبعض. ده هيخلي المنتجات الرقمية أو كل المنتجات اللي هي محتاجة تعاون ما بين عدد كبير جدا من الأفراد المهارة عالية، اللي هم عندهم ذكاء عالي جدا، مهارة عالية جدا، أقدر أشغل الناس مع بعضها زي ما قلنا بفكرة التعاون المشترك. نروح لست قطعة. The underlined phrase العبارة throwing things over the wall اللي احنا قلنا عليها من شويه، lack of good relationships، ان يكون هناك فقدان للعلاقات الجيده ما بين الاشخاص. اللي بيقول فيها according to the passage تبقى القطعه بتاعتنا a successful digital media production، المنتج الرقمي العالي جدا needs ايه بقى؟ محتاج ايه بقى بزنس؟ محتاج ان هو البزنس بتاعه يكون ايه؟ يكون فيه اداء جماعي اللي هو قلنا عليه تيم ورك. في تاتا بيقول فيها the team should have، الفريق اللي بيشتغل ده لازم يكون عنده ايه بقى؟ سكيلز، لازم يكون عندي communication skills، مهارات عالية جدا من التواصل، لأن احنا قلنا لو الناس دي ما كانتش بتتعامل مع بعضها بطريقة جيدة ومتعاونة مش هتديني شغل. أبقى بقول لك which of the following is the best title for the passage، إيه العنوان في اللي جاي ده أفضل عنوان يتكلم عن القطعة بتاعتنا؟ The merits of digital media، فوائد إيه الميديا الرقمية، لأن طبعا لازم يكون زي ما قلنا ليها فوائد عالية جدا والناس دي بتشتغل زي ما قلنا في فرق. خمسة بقول لك فيها ده اندرلايند ات، الضمير ات في الجملة اللي عدت، في الفقرة اللي عدت ذا لاست باراجراف، كان عائد على مين؟ كان عائد على البرنامج اللي بيشغل أو بيدرب الناس دي على العمل إيه؟ الجماعي. ستة بقول لك فيها ذا موست امبورتنت كوزز أوف سكسس، الأسباب الرئيسية للنجاح إن ديجيتال ميديا، في الديجيتال ميديا تيم إز إيه؟ إن هو يكون إيه؟ إن هو هذا الفريق يكون عندي نقطة مهمة جدا وهي كوبريشن، التعاون. في سبعة بقول لك فيها هاو كان ا ممبر do his role in a team، الفرد بيأدي عمله في الفريق بيكون ازاي او بيعمل ايه ده؟ بيقول بيكون ده together with the other members، بيكون بالاشتراك الجماعي مع الاخرين. ننتقل لجمله رقم 8، digital production الانتاج الرقمي team members should have، لازم يكون عندهم ايه؟ لازم يكون عنديهم venture internship اللي احنا قلنا عليها تدريبات او مشاريع للتدريب الجماعي. نتحرك مع الجزء الثاني من او الجزء الثالث من الامتحان وهو الترجمه، ونبدا بالترجمه باللغه الانجليزيه. بقول لك فيها there is no justifiable reason why our electricity heating and cooling and transportation needs aren't powered by 100% renewable energy. ونشوف الترجمه بتاعتها، واللي بيقول لك فيها لا يوجد سبب مقنع لعدم حصولنا على احتياجاتنا من الكهرباء والتدفئه والتبريد والنقل عن طريق الطاقه المتجدده بنسبه 100%. يعني عايز اقول ان احنا ليه لحد دلوقتي ما بنستخدمش الطاقه المتجدده بنسبه 100% عشان نحصل على احتياجنا من الكهرباء والتدفئه والتبريد؟ تمام؟ ادي المقصود من الجمله دي. طب نروح للجمله الثانيه، ودي كده باللغه العربيه نحولها للغه الانجليزيه. وبيقول لك فيها يعتبر القطار أحادي الخط طفرة كبيرة في عالم النقل والمواصلات، فهو ليس فقط مجرد وسيلة سريعة للسفر والتنقل بين المدن، لكنه أيضا أكثر أمانا مقارنة بوسائل النقل أخرى. تعال نشوف الإجابة بتاعتها. The monorail is a big leap in the world of transportation. That is because it's not only a fast way to travel and move between cities, but it is also safer compared to other means of transportation. ونتحرك مع السؤال الأخير في الامتحان، وده عبارة عن ايميل بيكتب من بيطلب منك انك تكتب 180 كلمة عن ايه بقى؟ هاي تك، اللي هي التكنولوجيا الفائقة او العالية، has made life easier، جعلت الحياة easier، اسهل and faster واسرع. طيب يبقى انت هنا عايز يعمل ايه؟ كل ما هو هاي تك اتكلم عنه، عايز تتكلم عن الترانسبورتيشن براحتك، عايز تتكلم عن الديجيتال ميديا براحتك، كل المهم ان هو يكون ايه؟ هاي تك. Your email is الايميل بتاعك اهو، الادرس بتاعك اهو، صديقك عنوانه اهو، الدنيا كلها قدامك واضحه. طيب المهم عندنا هكتب ايميل عن ايه؟ عن الهاي تك.
التقنيه العاليه او التكنولوجيا العاليه اكتبها زي ما قلنا في كل حاجه، في مجال، في مجال ترانسبورتيشن براحتك، عايز تعملها في مجال الانترنت والدنيا دي كلها برضو براحتك، ويا ريت لو تكون تضمن الموضوع بتاعك من ده ومن ده. بكده يكون انتهى امتحان الوحده 8، لكن تدريباتنا ان شاء الله المنهج بتاعك لم تنتهي بعد. ان شاء الله انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر استاذ عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.